مساء الخير، أهلا بكم وحلقة جديدة. وظاهرتنا اليوم من الهند وأندونيسيا. مشاهدينا اليوم راح نحكي عن مسلمي الهند وأندونيسيا، كونه أندونيسيا البلد الغير عربي الأول في العالم من حيث عدد السكان المسلمين، وبالمرتبة الثانية تأتي الهند بعدد سكانها المسلمين كدولة غير مسلمة عالميا. أكيد أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. وسؤالنا لحلقتنا لليوم هو: كم عدد المسلمين في الهند وما هي عاصمة أندونيسيا؟ هاي الأسئلة بتجاوبوا عليها من خلال المشاركة على الأرقام اللي بتظهر على الشاشة. رجاء وقت تحكونا، حاولوا تسمعونا من التليفون ولا تسمعونا من التلفزيون. ماذا تعرف عن الهند؟ خلينا نشوف. نرجع نشوف الفيديو أكيد كمان مرة، تقرير عن الهند وكيف هو رمضان في الهند ومسلمي الهند. سؤالنا لليوم برجع بذكركم فيه: كم عدد مسلمي الهند، وكون الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد سكانها المسلمين، بالمرتبة الأولى تأتي أندونيسيا، وما هي عاصمة أندونيسيا؟ هدول هم أسئلتنا لحلقتنا لليوم والإسلام ورمضان في الهند. ظهيرتنا اليوم من الهند وماذا تعرفون عن الهند؟ اتصالاتكم على الأرقام البرنامج، وأهلا وسهلا فيكم عن جديد. رح نروح أنا وإنتوا سريعا ونحكي عن الهند شوي بشكل عام. الهند مساحتها 3.287.590 مليون كيلومتر. عاصمتها نيو دلهي، وأكيد اللغة الرسمية فيها الهندية والإنجليزية، لكن إحنا دائما بنلاحظ إنه هم في عندهم كتير كلمات عربية وفي عندهم كلمات إنجليزية. أكيد نظام الحكم فيها جمهوري فيدرالي برلماني. رئيس الدولة حاليا براناب، ونائب الرئيس هو محمد حميد أنصاري، وأكيد رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وبخصوص الهند أكثر، خلينا نحكي عنها. يطلق عليها رسميا اسم جمهورية الهند، وهي تقع في جنوب آسيا، سابع أكبر بلد من حيث المساحة الجغرافية والثانية من حيث عدد السكان، وهي البلد الديمقراطية الأكثر ازدحاما بالسكان في العالم. يحدها المحيط الهندي من الجنوب، وبحر العرب من الغرب، وخليج البنغال من الشرق. وللهند 700.517 كيلومتر، يعني 4700 خلينا نقول ميل، وبيحدها الباكستان من الغرب، وجمهورية الصين الشعبية، نيبال وبوتان من الشمال، بنغلاديش وميانمار من الشرق. وتقع الهند بالقرب من سريلانكا وجزر المالديف مع أندونيسيا وعلى المحيط الهادي. الهند هي مهد حضارة وادي السند ومنطقة طريق التجارة التاريخية والعديد من الإمبراطوريات. كانت
شبه القارة الهندية معروفة بثرواتها التجارية والثقافية لفترة كبيرة من تاريخها الطويل. نشأت هناك أربعة أديان رئيسية هي الهندوسية، البوذية، الجاينية والسيخية، وفي حين أن الزرادشتية، اليهودية، المسيحية والإسلام وصلوا إليها في الألفية الأولى الميلادية. وشكلت هذه الديانات والثقافات التنوع الثقافي للمنطقة تدريجاً أو تدريجياً. أرفقت الهند إلى شركة الهند الشركية البريطانية في وقت مبكر من القرن الثامن عشر، ثم استعمرت من قبل المملكة المتحدة في الفترة من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين، وأصبحت الهند دولة مستقلة في العام 1947، يعني مش زمان استقلت الهند، هذا بعد حركة الكفاح من أجل الاستقلال التي تميزت على نطاق واسع بالمقاومة غير العنيفة. الهند جمهورية فيدرالية تتكون من 28 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية مع وجود نظام برلماني ديمقراطي. الاقتصاد الهندي هو سابع أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر قوة شرائية بعد الإصلاحات المستندة على اقتصاد السوق بالعام 1991. أصبحت الهند واحدة من أسرع اقتصادات العالم نموا وتعتبر من الدول الصناعية الجديدة، ومع ذلك فالبلاد لا تزال تواجه تحديات الفقر والفساد. كنا بنعرف أنه بالهند في مستويين، فقير وغني، لا توجد مستويات وسطى في المعيشة، ما زال بالرغم من كل اللي حكيناه من تقدم والنمو السريع للهند اقتصاديا. معنا أول اتصال، يا ترى مين معنا؟ ألو، أهلا يا سوزان، كيفك أنت والهندي؟ حبيبتي منورة على الشاشة. يا حبيبتي يا سوزان، شو أخبارك؟ معجوعة باللبس الهندي. حياتي، شلون رمضان كريم. اهلا يا سوزان، شو اخبارك؟ والله الحمد لله، رمضان كريم. الله اكرم. سوزان، شو بتعرفي عن الهند؟ والله بالنسبه للجوب ما الهند ما اعرفه، بس حاليا طالعه زي الهندي تخبلين مو طبيعيه. حبيبتي يا سوزان، انت اللي بتخبلي، وشكرا ويعطيك الف عافيه. عرفتي شو اجوبه اسئلتنا لليوم ياسمين؟ اه حبيبتي. ياسمين؟ نعم حبيبتي. ايه، انا بس حبيت اشكرك حياتي، لان صديقتي رجعت حجت معايا من جديد، كل هذا بفضلك حياتي. حلو، يلا رمضان كريم، واكيد احنا لازم نكون متسامحين. اكيد، الف مبروك يا سوزان، وان شاء الله تكون انبسطتي بهالمصالحه. شكرا يا روبا لانك لبيتي دعوتنا بانك تصالحي وتسامحي سوزان في شهر الرحمه. مشاهدينا، نحن وانتم مكملين وظهرتنا من الهند. على التقرير الجميل من الهند وظهيرتنا اليوم من الهند. ومن أين أتت تسمية الهند؟ خلينا نشوف. اسم الهند مشتق من أندوس، وهي مشتقة من الفارسية، من الكلمة الفارسية القديمة الهندوس. وأكيد التسمية المحلية التاريخية لنهر
أندوس هي، وأشار اليونانيون القدماء إلى الهنود بإندو كما في الكلمة إندو، وشعب أندوس أن دستور الهند والاستخدام الشائع للغات الهندية المختلفة اعترف أيضا باسم بهرات كاسم رسمي لكلتا المركزين بالتساوين. وبهرات اسم مشتق من اسم الملك الأسطوري بهراتا وفي الأساطير الهندوسية، وأكيد والتي هي الكلمة الفارسية للفظة أرض الهندوس، وتاريخيا أشير إليها بالهند الشمالية كما تستخدم أحيانا مرادفا لكل الهند. نعم مشاهدين، لكان هاي كانت جولة سريعة عن الهند، رح نحكي أكثر عنها لحتى يكون في عنا معلومات وتستفادوا من حلقاتنا، ونحن عم نستفاد صراحة من هاي المعلومات الجديدة. أهلا وسهلا بالاتصال، من معنا؟ يا أهلا بصلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا صلاح؟ رمضان كريم. فيك منيحة، شو أخبارك؟ عندي والله معلومات عن الهند، يعني معلومات عامة. حلو، يلا تفضل يا صلاح، ومنكم نستفيد. الهند يعني متعدد القوميات والديانات والمعتقدات، أكثر دول العالم بالمعتقدات والدين. صحيح، أكثر دولة فيها ديان. تازم بالبهارات يعني أكثر شيء. لما ننزل على السوق بنشتري بهارات هندية لكل الأكلات، صح؟ ايه فاهم، الحار ودايم يعني يمتازون. طيب صلاح، ما عرفت شو او كم عدد مسلمين الهند؟ عادي لو استعنتوا بجوجل وعملتوا سيرتش على الجواب. صحيح، ما عرفت. طيب شكرا صلاح، شكرا صلاح لمعلوماتك الجميلة. نعم الهند مشهورة ببهاراتها، بتسمعوا دائما انه مش عارف شو بهارات هندية، كبسة بهارات هندية، مش كثير طيبين ومعروفين قديش بيحبوا الحار. ومثل ما قال صلاح، الهند أكثر دولة بالعالم فيها أديان ومع ذلك متعايشين. أكثر دولة فيها أديان ومع هيك متعايشين، شيء جميل. ونرجع وبنحكي عن الهند شوي. مثل ما قلت لكم الهند كان استقلالها بال 1947، ورح نحكي شو رأيكم عن، ما بدنا نحكي عن التقسيمات الإدارية، نحكي شوي عن الدستور الهندي. هو أطول وأكثر الدساتير المستقلة في العالم شمولاً، والذي دخل حيز التنفيذ بال 1950. مقدمة الدستور تعرف الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وأنها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديمقراطية. تمتلك الهند مجلسين تشريعيين برلمانيين بيعملوا بنظام مش عارفة شو اسم النظام صراحي، هو برلماني. كان يوصف شكل الحكومة عادة بالشبه الاتحادي مع وجود مركز قوي وولايات أضعف، ولكن نما بصورة متزايدة فيدراليا منذ أواخر 1990 كنتيجة للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. اتصال. ألو، حلا حمد. حمد انت على الهواء، تفضل، كيفك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، شو الاخبار؟ شلون نسيت رمضان كريم. رمضان كريم يا حمد، شو اخبارك؟ رمضان كريم، رمضان كريم، الله اكرم، رمضان كريم علينا وعليكم. عم تسمعني يا حمد؟ شلونك؟ اي نعم. اهلا وسهلا فيك، شو بتعرف عن الهند يا حمد؟ يعني معلومة عن الهند، معلومة عامة عن الهند، شو بتعرف؟ أو مسلمين الهند؟ والله شفت معك الرجال المسلمين، بس قلت أحب أشارك عليكم. الله يسعدك. طيب حمد، أنا حاحكي لك السؤالين تعون الحلقة، كونه نحن اليوم نحكي عن الهند وأندونيسيا. شو هي عاصمة أندونيسيا وكم عدد مسلمين الهند؟ روح وابحث عن الإجابة وارجع شاركنا يا حمد، بدنا نسمع منك، ومش غلط لو نحن عملنا بحث على إجابات لأسئلة نحن ما بنعرفها، بالعكس هذا بيزيد من معلوماتنا. أهلا وسهلا فيك يا حمد. الهند هي جزء كبير من شبه القارة الهندية، تقع أعلى السهل التكتوني الهندي، هو سهل ثانوي
الجوي بداخل الساحل الأسترالي الهندي. العمليات الجيولوجية المحددة للهند بدأت منذ 75 مليون سنة عندما بدأت شبه القارة الهندية ثم جزء من جنوب القارة الأكبر في الانحراف بالانحراف تدريجيا مستمرا لمدة 50 مليون سنة عبر المحيط الهندي الذي كان لم يتشكل بعد. طبعا نحن من الأفلام الهندية اللي بنحضرها بنعرف قديش الهند فيها سهول وفيها خضار إشي بجنن أكيد. المناخ بالهند يتأثر بشدة بالهيمالايا وصحراء ثار وكل منهما يؤدي إلى الرياح الموسمية. هاي الهيمالايا بتمنع هبوط رياح كتباتيك الباردة القادمة من آسيا الوسطى لتحافظ على الجزء الأكبر من شبه القارة الهندية أكثر دفئاً من معظم المناطق التي تقع معها على نفس الخط أو خط العرض. هلأ صحراء ثار تلعب دور كتير هام في جذب الرطوبة المحملة بالرياح الموسمية الجنوب غربية وهذا في الفترة بين يونيو وأكتوبر لتمد الهند بمعظم أمطارها. وفي الهند أربع مجموعات رئيسية من المناخ هي الاستوائية الرطبة الاستوائية الجافة وشبه الاستوائية الرطبة والجبلية. لكل من يفضل أو يتمنى زيارة الهند نحن حكينا لكم سريعا عن الهند. وأكيد معنا اتصال. مين؟ يا أهلا أهلا بزينة، كيفك؟ زينة أنت على الاتصال وعلى المباشر، أهلا. بدي أرجع لكم عن معلومة نسيت أحكي لكم عنها وهي العملة المستخدمة في الهند، فخليكم معي دقيقة. زينة أنت على الهواء؟ ماكو. ارجع احكينا يا زينة، من وين كانت عم تحكينا؟ من بغداد. أهلا وسهلا فيك يا زينة، وارجع احكينا رجاءا. لكن أعطيناكم معلومات سريعة لكل بحب يزور الهند. الهند، أندونيسيا، باكستان، هاي الأشياء كتير حلوة. تايلاند كتير حلوة، الأجواء فيها كتير حلوة. الحيوانات مش بنشوفها بالوطن العربي، الفيلة أهم إشي، الفيلة أنا كتير بحب الفيلة وجوها حلو. أنا من الناس اللي بحب أروح على منطقة تمطر بالصيف، يا الله ما أحلى الشعور إنك تكون بمنطقة وتمطر بالصيف. الهند واحدة من هاي البلاد اللي فيها عندها خلينا نقول أجواء استوائية أو هيك شيء. طب أنا حكيت لكم عن الهند، بدي أدور لكم، قلت لكم إنه العاصمة تبعها نيو دلهي. اللغة الهندية الإنجليزية اللي بعرف يحكي إنجليزي راح بينبسط في الهند. وأخيرا بدي أقول لكم عن العملة اللي مستخدمة بالهند هي روبي. الروبي الهندي هي العملة المستخدمة في الهند. لما بتكون تسافروا على الهند حولوا لا من الدينار إلى الروبي الهندي. أهلا وسهلا فيكم مشاهدين عن جديد. سؤال حلقتنا لليوم، كم عدد مسلمي الهند وكم أو ما هي عاصمات أندونيسيا؟ راح أحكي لكم عن أندونيسيا بآخر الحلقة، لكن هلأ نحن مركزين شوي على موضوع الهند. طيب بالنسبة لرمضان في الهند أكيد مشاهدينا رح بنروح بنشوف شوية تقارير بتحكي عن الهند وعن رمضان بالهند، ورح أحكي لكم أنا أكثر عن موضوع رمضان في الهند. هلأ بالهند إحنا بنعرف إنه هي تتعدد فيها الأديان، فيعني شيء طبيعي. إحنا بنعرف أيضا إنه الهند فيها اختلاف بالعادات والتقاليد غير عن باقي الدول المسلمة. رح بنروح بنشوف هذا التقرير واستمع استمعوا لما سأقوله لكم عن رمضان في الهند. يلا. المسلمون الهنود لهم من العادات والتقاليد ما يخالف عادات وتقاليد المسلمين خارج هذه البلاد بالنظر إلى احتكاكهم بالثقافات المختلفة الموجودة داخل هذا البلد الذي أو البلد الذي تجاوز عدد سكانه المليار نسمة. يعتمد المسلمون في التيقن من ثبوت هلال الشهر الكريم على القضاء الشرعيين، لكن في بعض المناطق والقرى التي لا يوجد بها هنود لا يوجد بها هؤلاء القضاء، فإن الأهالي يعتمدون في ثبوت الأهلة على أبرز العلماء أو أئمة المساجد المعروفين هناك. وأيضا هناك من يعتمد على الحسابات الفلكية لكنهم قلة.
يستعد المسلمون في الهند لاستقبال شهر رمضان المعظم من نهايات شهر شعبان الكريم، حيث يقومون بتحضير المستلزمات الرمضانية وبدء الزيارات الأسرية، بالإضافة إلى أن المطاعم التي يملكها مسلمون تغلق أبوابها طوال نهار أيام الشهر الفضيل. كما أن الإذاعة والتلفزيون يقدمان برامج رمضانية مختلفة يوميا مثل الخطب والمناقشات الإسلامية. كذلك تضم الصحف والمجلات أبوابا متعلقة بشهر رمضان، وتنظم اللجان الإسلامية فعاليات رمضانية مختلفة مثل المسابقات العلمية والندوات الثقافية. وفي شهر رمضان يلتزم المسلمون الهنود بأداء الصلاة في أوقاتها، كما أن هناك الكثير من المحاضرات والدروس الدينية التي تلقى في المساجد بعد كل صلاة. كما يحرص المسلمون في الهند على أداء صلاة التراويح، لكن هذه إلى أنه توجد خلافات بين الأئمة بعضهم البعض، وكذلك بين المصلين على عدد الركعات المفروضة في صلاة التراويح. لكن هذه الخلافات لا تتجاوز الحدود العادية التي نلاحظها في أي بلد إسلامي، ولا تصلي النساء في المساجد في الغالب، ولكن يختارن زاوية أو مدرسة دينية قريبة من أجل أداء الصلاة فيها. ويقبل الكثير من الهنود على ختم القرآن الكريم في شهر رمضان، وخاصة السيدات. وبخصوص تعامل الدولة في الهند مع شهر رمضان الكريم، فإنها تقدم المسلمين أو للمسلمين التسهيلات في أداء شعائرهم ومناسكهم الرمضانية، كذلك في تنظيم الفعاليات الثقافية والدينية خلال هذا الشهر. لكن ليس هناك إجازة رسمية ولا تعديل في المواعيد الرسمية، سواء عمل أو دراسة خلال الشهر. أما عيداء الفطر والأضحى ففيهما إجازة عامة على مستوى البلاد، كما يراعى أن تبتعد مواسم الامتحانات العامة والانتخابات عن شهر رمضان والأعياد. حكيت لكم اشياء كتير ما كنا بنعرفها عن الهند. صراحة أنا مبسوطة من المعلومات اللي عم نسمعها من خلال حلقات برنامج استراحة الظهيرة. كل يوم عن يوم عم نعرف عن بعض الدول، اللغة المستخدمة في هاي الدول، عاصمة الدول هذه، والعملة المستخدمة، وإلى آخره. معلومات جدا رائعة، لكن نحن بحاجة لأنه نسمع عن هاي المعلومات أيضا منكم مشاهدينا. بليز شاركونا على الأرقام اللي بتظهر على الشاشة. لما بتحكوا معنا احكونا من التليفون، ولا تسمعونا من التليفون، ولحد هلا اتصالاتكم رائعه وبتجنن، وشكرا كثير لكم. وفي اتصال. الو الو، انتوا على الهواء، تفضلوا. شو يعني مرحبا بالهند؟ الو، او بالهندي باهي، باللبناني، بالليبي يعني. اوكي، الو، اتصال. مين معنا ومن وين عم تحكونا وشو بتعرفوا عن الهند؟ طب قطع الاتصال، بنروح بنكمل نحن وانتو مشاهدينا. واكيد بدنا نحكي عن رمضان في الهند تحديدا. بعتقد احمد انا وياك هلا لوين حنروح؟ بما انه حكينا نحن عن رمضان، رح نروح على اللباس الهندي، مش هيك؟ خلينا نشوف. معروفة الهند بلباسها التقليدي، صح؟ يعني نحن إذا بنحب نحضر أفلام، بس بنحب نحضر نشوف شو لابسين السيدات من ملابس هندية معروفة. إنه هلأ هو اسمه الساري الهندي، هلأ بيتشابهوا هند وأندونيسيا والباكستان ببعض اللباس، لكن في اختلاف بسيط. يمكن هن الاختلاف بالنسبة لهم جدا كبير، بس لأنه نحن مش كثير بنميز، فبالنسبة لنا الاختلاف جدا بسيط. هلأ أنا اللي لابسته هذا المفروض إنه هندي أندونيسي، مش عارف يا جماعة، بس أنا اللي بعرفه إنه هندي. يعني هو لما إجاني على إنه هندي، لما وصينا عليه على إنه هندي، فخلينا نحن ماخدين فكرة إنه هندي. وأكيد مشاهدينا رح نحكي عن هاي التفاصيل أكثر بموضوع اللباس التقليدي الهندي. فيلا أنا وإنتو وأحمد نحكي أكثر عن موضوع اللباس الهندي. تشتهر الملابس الهندية بالتنوع والألوان الأخاذة كما في الصورة. اللباس المألوف الأكثر شهرة مثل ساريز، اللي هو الساري، هو لباس يبرز جوهر اللمسات النسائية التي تتمتع بها المرأة الهندية. أما ملابس الرجال فتبقى ملابس مناسبة للمناخ الحار وللراحة.
على الرغم من أنه ليس هناك لباس إلزامي يسود في جميع أطراف بل في جميع أنحاء العالم، لكن لباس الساري يشتهر بميزة متفق عليها وهي تقييمه واعتباره اللباس الأكثر شيوعا للمرأة الهندية، ويتشكل من قطع مستطيلة من القماش من 5 ياردات إلى 6 حسب طول القماش. تتكون المادة التي يصنع بها الساري من القطن والحرير الأصلي أو الحرير الاصطناعي، وحرير الساري المطرز على أطراف وحدود الثوب أحيانا تتم خياطته بخيط الذهب الحقيقي. أما الساري الاصطناعي تتم خياطته عبر أشكال تصاميم مختلفة مثل الأزهار المتعددة الألوان أو المضللة أو أشكال حيوانات منسوجة. وأكيد الساري يمكن أن يحتوي على أي حجم، أيضا هناك طرق مختلفة للبس الساري، ومع ذلك الأسلوب الأكثر شيوعا هو التفاف القماش حول الوسط مما يجعله بشكل طيات حول الجسم، أكيد مثل ما عم بنشوف بهاي الصورة. نحن بننتبه انه دائما اللبس الساري يتكون من اكثر من قطعه، بس صراحه الله يعينهم، يعني كيف بيعيشوا الحياه الطبيعيه بكل هالقطع من اللبس؟ يعني الله يكون بعونكم. اتصال، الو ولاء كيفك؟ طبعا هن ما مش دائما بهذا اللبس، في عندهم اللبس الطويل اللي زي الفستان. ولاء كيفك؟ يا ولاء، ارجع احكينا يا ولاء وقولينا شو بتعرفي عن الهند، ومكملين نحن وانتو وسؤال حلقتنا لليوم. بعرف انه السؤال صعب بس الهدف منه انكم تروحوا على الانترنت وتعملوا بحث على هذا السؤال، كم عدد مسلمي الهند؟ علما انه مسلمي اندونيسيا هم الاكثر عالميا، يعني اندونيسيا اكبر دولة عالميا من حيث عدد سكانها المسلمين، تأتي بالمرتبة الثانية هي الهند. كم عدد سكان الهند؟ اعملوا سيرتش على الانترنت واحكونا. وما هي عاصمة اندونيسيا؟ مرقت عليكم؟ حتى لو ما مرقت ارجعوا واحكوا واعملوا سيرتش واحكونا وقولونا شو الجواب أيها السادة. بما أنه نحن لساتنا بالهند وحكينا عن اللباس الهندي، هلأ نحن رح نروح شوي على رح نروح على أندونيسيا، لكن كنت بدي أقولكم أنه لازم تفوتوا على الويكيبيديا وتعرفوا من هناك، تكتبوا الهند وتعرفوا من هناك كم عدد سكان الهند المسلمين. أوكي يا جماعة، ويلا نروح على وين؟ على أندونيسيا. خلينا نشوف أندونيسيا، أين هي أندونيسيا؟ سؤالنا لليوم بخصوص أندونيسيا يا جماعة هو ما هي عاصمة أندونيسيا وأين؟ هلأ لا، هذا السؤال ما هي عاصمة أندونيسيا، هلأ باقي المعلومات أنا رح أحكي لكم إياها. يلا إلى أندونيسيا. مساحتها 1.904.569 كيلومتر، مش رح أقول العاصمة، كنت رح أغلط. اللغة الرسمية الأندونيسية، والتعداد السكاني 255 مليون و461700 نسمة. الكثافة السكانية مش راح نحكي. النظام الحكم جمهوري رئاسي مركزي، رئيس الجمهورية هو جاكو ونائب الرئيس محمد يوسف كالا، كما في الهند نائب الرئيس مسلم إذا انتبهتوا. الاستقلال كانت سيادة هولندية أندونيسية بال 1945، برضو قريبة من الهند. نحكي أكثر عن الهند، سوري عن أندونيسيا، ولا تنسوا السؤال ما هي عاصمة أندونيسيا؟ لما بتسمعوا عنها رح تعرفوها، يعني كلمة كتير إحنا بنحكيها أو منطقة كتير بنحكيها. جمهورية أندونيسيا هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا وفي أوقيانيا، وإندونيسيا بتضم 17508 جزر، ويبلغ عدد سكانها حوالي 238 مليون. يا لطيف. وهذه هي رابع دولة من حيث عدد السكان وأكبر عدد سكان في العالم من المسلمين. أندونيسيا هي جمهورية مع وجود مجلس تشريعي منتخب والرئيس أوكي. المدينة عاصمتها فراغ، مش رح أقولكم. يشترك البلد بحدود برية مع بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وماليزيا، وتشمل الدول القريبة الأخرى سنغافورة والفلبين وأستراليا والأراضي الهندية من جزر أندامان
أندمان ونيكوبار. وأندونيسيا هي أحد الأعضاء المؤسسين للآسيان وعضو في مجلس أو عفوا في مجموعة 20 للاقتصادات الرئيسية. الاقتصاد الإندونيسي هو 18 عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي والخامس عشر من حيث القوة الشرائية. كان الأرخبيل الإندونيسي منطقة تجارية هامة منذ القرن السابع في عهد سريفيجايا، ثم في وقت لاحق في عهد إمبراطورية ماجاباهيت من خلال التجارة مع الصين والهند، واستوعب الحكام المحليون تدريجيا الثقافات الدينية والسياسية الأجنبية منذ القرون الميلادية الأولى، وازدهرت الممالك الهندوسية والبوذية، وتأثر التاريخ الإندونيسي بالقوى الأجنبية. أكيد أستاذ ياس، أستاذ ياس أكيد عندك أستاذ، أوكي أستاذ ياس عم بتحاول تحكينا على الواتساب، أكيد في عندك معلومات جدا حلوة عن الهند وإندونيسيا، رجاء نحكينا على أرقام البرنامج. هيها طلع هيك أسفل الشاشة رح بتلاقيهم، شفتهم أرقام عراقية حكينا عليهم يا أستاذ ياس، حابين نسمع من عندك شو في عندك أخبار ومعلومات عن الهند وإندونيسيا. من أين جاء اسم إندونيسيا أو إندونيسيا زي ما هم بيقولوا؟ اسمها من الكلمة اللاتينية إندوس وتعني، أنا وين دخلت؟ آه أوكي، أنا ما زلت في أندونيسيا، وتعني الهند، والكلمة الإغريقية نيسوس وتعني جزيرة. تعود التسمية إلى القرن الثامن عشر أي قبل تشكيل جمهورية إندونيسيا، وفي سنة 1850 اقترح عالم الأصول الإنجليزي جورج إيرا إطلاق مصطلح إندونيسيون ومصطلح مالايونيزيون على السكان القاطنين في الأرخبيل الهندي والملايو. وفي نفس المنشور استخدم مصطلح إندونيسيا أو عند أحد التلاميذ أو تلاميذ اللي عند إيرول، واسمه جيمس لوغان مرادفا للأرخبيل الهندي. رغم هذا فالأكاديميات الهولندية فقد استخدمت مصطلح أرخبيل الملايو بالهندية والهند الشرقية الهولندية في منشورات الهند الشرقية عوضا عن استخدام كلمة إندونيسيا، وقد أصبح اسم إندونيسيا أكثر شهرة في الأوساط الأكاديمية خارج هولندا مع بداية القرن العشرين. واعتمدت المجموعات الوطنية الإندونيسية هذا المصطلح للتعبير السياسي، وقد عمم عالم الأصول أدولف باستيان من جامعة برلين هذا الاسم من خلال كتاب لإله صدر بال1884 ل1894. وأول عالم أندونيسي استخدم هذا الاسم كان كي هيغو عندما أسس مكتب صحافة في هولندا، وكان اسمه مكتب صحافة إندونيسيا. حكينا كتير عن إندونيسيا، بيبقى عنا معلومة واحدة ما عرفناها، ما هي عاصمة إندونيسيا؟ شاركونا على أرقام البرنامج. شكلك عملت عليها سيرتش يا عمر، عارف أنت الجواب. طيب عم بدور لكم على العملة المستخدمة في إندونيسيا عشان لما بدكم تروحوا شهر عسل، تروحوا زيارة، تروحوا أي إشي. أيضا في إندونيسيا العملة هي الروبي الأندونيسية. مشاهدينا ما زال عم نحكي عن الهند وأندونيسيا، وبس بدي أرجع أذكركم بأسئلة الحلقة تبع اليوم، كم عدد مسلمي الهند وما هي عاصمة، هي كنت حكي اسم العاصمة، ما هي عاصمة أندونيسيا؟ هاي هي أسئلتنا لليوم. وأكيد إلى إيش عنا أحمد؟ لكن شفنا كيف هو الإسلام في أندونيسيا، وخلينا نحكي لكم سريعا عن الإسلام في أندونيسيا. فتعتبر أندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية بعدد السكان، وغالبية سكانها 230 مليون شخص هم مسلمون، ولم يدخل الأندونيسيون الدين الإسلامي بالفتح بل عن طريق التجار العرب المسلمين. وأول منطقة في أندونيسيا وصلها الإسلام هي شواطئ جزيرة سومطرة، وهي أكبر جزيرة في أندونيسيا. كيف دخل الإسلام إلى أندونيسيا رح أحكي لكم، لكن بدي أرجع أذكركم بأسئلتنا لحلقة اليوم، كم عدد مسلمين الهند وما هي عاصمة أندونيسيا.
هلا بقول لك صعب انه هم يحددوا التاريخ اللي بدا فيه الاسلام بالدخول الى اندونيسيا، لانه بيقول لك هي كان السبب الاول والاخير في دخول الاسلام هو تجار المسلمين، انه انشاوا لانفسهم مراكز تجاريه على سواحل سومطرة وشبه جزيره الملايو من وقت مبكر، ربما من اواخر القرن الثاني واوائل القرن الثالث الهجريين. هلا اكيد هلا بقول لك والثامن والتاسع الميلاديين، وقد أتى أوائل التجار من جزيرة العرب من عمان وحضرموت والساحل الجنوبي لليمن، واتخذوا مراكزهم الأولى على الشاطئ الغربي لسومطرة. أنا هلا عرفت ليش في كتير يمنيين سكان الهند بيحكوا هندي، هاي برضو معلومة جديدة. وكانوا يسمونها سمدرة، هي اسمها سومطرة، كانوا يسموها سمدرة، وكانوا أهل سنة على المذهب الشافعي. أما الهنود كيف دخل عليها مش كيف دخل عليها الإسلام، عندهم كان على المذهب الحنفي، وبعد ذلك وصل إلى هذه الجزر تجار المسلمين من الهنود ومن شبه جزيرة الكجرات. مشاهدين اليوم كنا عم نحكي عن الإسلام في الهند وأندونيسيا، إذا في مشاركة أو اتصال أعطوني إياه لحتى نحكي. إحنا تقريبا يعني قربنا نوصل لنهاية حلقتنا، لكن مشاهدينا كان سؤالي لليوم هو كم عدد مسلمي الهند وما هي عاصمة أندونيسيا؟ أكيد هدول هم السؤالين يلي معنا لحلقة اليوم. بتمنى أنكم تشاركونا وتحكوا على الأرقام يلي عم تظهر على الشاشة أكيد، وأنا راح أقولكم بعض الإجابات يلي مذكورة عنا بصفحتنا. ورجاء دائما شاركونا على صفحاتنا، لانه كل يوم رح ننزل ثاني يوم عن شو رح نحكي، عن اي بلد رح نحط لكم السؤال، يعني حاولوا انكم انتم تجاوبوا عن طريق صفحاتنا، برضو هذا الشيء حلو ورح نعرض عليكم الأجوبة. حاتم العراقي شو بيقولكم يا جماعة؟ بيقولكم يقدر عدد سكان الهند بنحو 1.17 مليار نسمة. المسلمين في الهند بيمثلوا 17% من سكان العالم، والهند هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد السكان. حكى شو عاصمة أندونيسيا؟ عاصمة أندونيسيا بيقول علي العراقي جاكرتا، وتقع غرب جزيرة جاوا وهي أهم مدنها. صح جوابك. نشوف مين كمان في عنا مشاركات بهذا السؤال، شو كان في لكم مشاركات؟ في مشاركات كتير، يعطيكم ألف عافية، بس بدي أقول لهم شكرا بالأسماء. مصطفى راشد ومحمد المشهداني أم الطيب فارماسيست يعني الصيدلاني، مش كاتب اسمك. حيدر عزيز سلمان شكرا كتير لإلك. رضوان خليل شكرا كتير لإلك. ونور البياتي، صلاح زريقات، كتير ناس شكرا كتير لكم، شكرا تواصلكم معنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك أكيد. صفحتنا على الفيسبوك على العراقي مصطفى الضاري يعطيكم ألف عافية. عمار العزاوي هذا واحد متسلط علي بالفيسبوك، مش راح أضيع الحلقة وأنا أحكي عنه، لكن متسلط علي بتعليقات سخيفة لإله، فحاولوا يا جماعة يلي عم بتابعونا بليز 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 حاولوا أنكم تتجاهلوا. ومش شكرا لك يا عمار العزاوي. محمود أبو البلح وعمار العبيدي وينكم اليوم؟ ما سمعنا مشاركاتكم. أنا عتبانة عليكم، بس أنتم شاطرين تعتبوا علينا، لا هالمرة أنا عتبانة عليكم. ومشاهدينا بنرجع وبنكمل عن الهند وأندونيسيا، قلت لكم شو هي عدد أو شو عدد سكان المسلمين في الهند. خليني أحكي لكم أكثر عن الإسلام في الهند. بيقول لك هلأ نحن عرفنا أنه حكينا عن أندونيسيا كيف وصلها الإسلام، وصلها عن طريق التجار المسلمين اللي كانوا يروحوا على أندونيسيا ويحطوا بضاعتهم، ومن خلال هذا الشيء انتقل الإسلام، وليس عبر الفتوحات وإنما عبر التجارة والتجار المسلمين. وصل الإسلام إلى الهند مبكرا، وكان أول قدوم للإسلام عبر محور بحري، انتقل الإسلام عبره عن طريق التجار العرب برضه الذين تعاملوا مع موانئ سواحل الهند وحمل التجار العرب الجديد في بدايته إلى الهند. وأصبح في كل ميناء أو مدينة اتصل بها العرب جماعة مسلمة. ومما لا شك فيه أن الرحلات التي كانت تسهل مهمتها الرياح الموسمية أثمرت في انتشار الإسلام على طول سواحل الهند، وظل الإسلام في الجنوب يتسم بطابع الدعوة السلمية، وأقبلت الطبقات المنبوذة والمستضعفة على اعتناق الإسلام، فدخلت قبيلة تيان وطبقة تشومن أي وجماعة اسمها مكها ون
وطبقة السماكين وغيرهم من الجماعات التي خلصها الإسلام من القيود الطبقية، ولا زال الإسلام يكتسب أنصار جدد في مناطق الساحل الغربي والشرقي من الطبقات المستضعفة. ولقد نشط هذا المحور وانتقل الإسلام من الساحل نحو الداخل في هضبة الداكن، واستقرت جماعات عديدة من العرب في الداكن، ولقد عبر الإسلام من ساحل مالبار إلى الجزائر ومالديف، ومعظم أهل الجزر الآن من المسلمين، ويدين سكان هذه المناطق في دخولهم الإسلام إلى التجار العرب والفرس. وهكذا انتشر الإسلام في جنوب الهند بالحكمة والموعظة الحسنة عن طريق هذا المحور البحري. شيء طبيعي لما نحن نحكي عن الإسلام فيكون دخول الإسلام بهذه الطريقة الرائعة بالحكمة أكيد، وزي ما قلنا لكم أيضا. جواب أسئلتنا اليوم كان من صديقنا علي العراقي، وأكيد هلأ إحنا قبل شوي حكينا شوي عن موضوع الحكم الإسلامي في الهند، ما حكينا كتير، بس إحنا انتبهنا أنه نائب الرئيس هو مسلم. بس خليني أقول لكم معلومة سريعة جدا، استقر الحكم الإسلامي في الهند ورسخت أقدامه وقامت له دولة منذ أن بدأ السلطان التركي المجاهد محمود الغزنوي فتوحاته العظيمة في الهند سنة 1001، واو، وامتد لأكثر من 8 قرون. تعاقبت في أثنائها الدول والأسر الحاكمة وعم الأمن والسلام على الناس والعدل والمساواة، وازدهرت الحضارة على النحو الذي لا تزال أثارها الباقية في الهند تخطف الأبصار وتبهر العقول والقلب. حلو كتير 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 هاي المعلومات اللي عم نسمعها، جميل جدا. الإسلام في الهند وأندونيسيا، وكيف دخل الإسلام إلى الهند وأندونيسيا من التجار العرب، هذا شيء جدا رائع. اتصال. ألو. يا اهلا، مين معنا؟ السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام، كيفك؟ كيف الصحه والاحوال؟ والله اليوم يجي 10 مرات وما فتح خاص بالقوه، يلا حصلتكم. ما هو عشان في عنا ضغط، يعني نحن بنعتذر منك استاذ ياس. عظيم انك حصلتنا وختامها مسك معك، تفضل. تحياتي لك وللكادر والاخوه الاصدقاء البرنامج. شكرا. ومبروك هذا الجي والملف اللائق جدا لحضرتك. شكرا شكرا، تفضل استاذ ياس، شو بتعرف عن الهند واندونيسيا؟ خبرنا. عاصمة اندونيسيا جاكرتا. يس، جاكرتا، صحيح. عدد المسلمين في الهند على ما يحضرني حوالي 100 مليون، ولست متاكد من هذا الرقم. اها، رح نعطيك جواب بعد الاتصال، تفضل. الهند كانت مستعمرة بريطانية قديمة وتسمى التاج الذهبي، ولذلك انتشرت فيها اللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة الأصلية. نعم، الهندية. في الهند حوالي 800 لغة ولهجة على ما قرأته في كتاب قديم، ومثلها حوالي 700 إلى 800 قومية وطائفة ومذهب ومعتقد. واو، نعم. تعليمها التاريخي غاندي، وقد قاطع الملابس والأقمشة الإنجليزية. صحيح. وكذلك قاطع كل البضائع الإنجليزية. صحيح. واشترى له الصوف والمغزل لكي ينسج ملابسه بنفسه حتى يطرد الإنجليز، وكذلك ربط ماحزا في بيته يرتوي منها الحديد، ولذلك أجبرت بريطانيا على الخروج من الهند لأنها قالت أن هكذا زعيم وهكذا شعب صامد لا يمكن أن نبقى فيه. فيها من عجائب الدنيا السبعة تاج محل، وهو قصر بناه أحد ملوك الهند القدماء ولزوجته، وبعد أن توفت دفنها فيه، وهو الآن مكان سياحي في الهند يأخذه الصور والزوار ومن عجائب الدنيا السبعة. صحيح صحيح صحيح، شكرا 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 لك، يعطيك ألف عافية، حكيت لنا معلومة جدا رائعة. نعم، شكرا. بعتقد احنا وصلنا لختام حلقتنا، مش هيك؟ طيب خليكم معنا مشاهدينا، مكملين نحن وانتو من الهند واندونيسيا. We'll be right back.
وفي ختام الحلقة راح بقول لكم الجواب. عدد المسلمين في الهند 172 مليون و210 و521 في مسلم في الهند. وختامها راح أعلق على اتصال أستاذ ياس، لكن خليني أخذ حنين. يا أهلا بحنين. حنين كيفك أنت على الهواء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا حنين؟ الحمد لله، رمضان كريم. الله أكرم علينا وعليك يا رب. شو أخبارك يا حنين؟ شو رأيك بحلقتنا لليوم؟ شو رأيك بحلقة اليوم من الهند وجاكرتا اندونيسيا؟ والله هاي الحلقة حيل حيل حلوة. يحلي أيامك يا رب، عيونك الحلوين يا 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 حنين. بتحبي تحكي شي حنين؟ نعم. بتحبي تحكي شي؟ بيعرف انه كيف تم محاربة الحرب، مش محاربة الحرب، يعني لما كانت الهند مسيطر عليها من بريطانيا، كيف مهاتما غاندي حارب بريطانيا باللا عنف. شو يعني باللا عنف؟ يعني ما في قتل ما في دم. حارب بريطانيا وساعد ومشي مع الهند، او مشي مع الهند الى الاستقلال باللا عنف. كيف؟ من خلال مقاطعة بعض المنتجات والصناعات البريطانية. ومن هناك لما هو قاطع بعض الأقمشة والقطن أتت أو أتى بهذا اللباس الهندي. شكرا مشاهدينا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقتنا لليوم. بكرة وين رح نكون؟ اليوم بخبركم على صفحاتنا على الفيسبوك برنامج استراحة الظهيرة وياسمين الخريشي. شكرا ولقائنا غدا، وكونوا على الموعد. إلى اللقاء.